الحمد لله تعبنا قوي السنة دي، احنا كل مرة بنتمرن وبنعمل اللي علينا وبنطلع مجهود اكتر حاجة ممكن نطلعها في السنين كلها. طبعا دي كانت حاجة صعبة بالنسبة لنا، احنا الدوري بقاله 20 سنة ما دخلش النادي، كنا كل مرة بنتعب وكل مرة بنطلع اللي عندنا، بس برضو بيبقى في عندنا شوية حاجات بيبقى لازم نصلحها ولازم نشتغل عليها. الحمد لله السنة دي اكتر سنة تعبنا فيها واكتر سنة قدرنا نغطي كل العيوب اللي عندنا، والحمد لله ربنا كرمنا يعني بالدوري السنه دي. خلال السنين اللي فاتت انا بقى لي 9 سنين بلعب في فيرست تيم. في السنين اللي فاتت احنا وصلنا تقريبا في ال9 سنين دول 7 أو 8 فاينلز للدوري، بيبقى فاضل لنا ماتش واحد وناخد الدوري، بس الحمد لله يعني ربنا ما بيقرضش يعني ما بيحصلش، فاحنا بنقدر نشتغل على كل الحاجات اللي احنا غلطنا فيها في الماتشات دي. الماتشات دي بتبقى محتاجه طبعا استابيليتي عاليه قوي يعني، ولازم تبقى الواحد عنده فوكس ان هو عايز يكسب الدوري وما يفكرش في اي حاجه تانية. فاحنا الحمد لله قدرنا نشتغل على الحته دي. احنا طبعا في يعني خلال التمارين كلها بنتمرن صبح وبالليل. طبعا البلاي اوف عامه هو الفتره اللي بتاعت الفاينلز هي كانت اصعب فتره، احنا ابتدينا واحده واحده نطلع بالكيرف واحده واحده، لعبنا الشمس، لعبنا ليوبلس على ارضها والجزيره على ارضها، الحمد لله كسبنا الماتشين دول. ماتش الجزيره اللي كان عندنا من يومين بالظبط كان ماتش مهم جدا، الحمد لله ربنا وفقنا، كنا دايما طول الماتش يعني يمكن خسرانين فرق جون، بس الحمد لله قدرنا في اخر الماتش ان احنا نعوض وقدرنا ان احنا يعني نركب على جدول الدوري. والنهارده الحمد لله كان ماتش الحسم يعني، الحمد لله كان محتاجين نقطه من البلاي اوف الاخير، والحمد لله النهارده كسبنا الشمس، والحمد لله اللقب رسميا في النادي الاهلي، الحمد لله الدوري في النادي الاهلي. طبعا كانت سنه مليئه بالصعوبات الرهيبه، عندنا منافسه جامده جدا مع ناديين اصحاب تاريخ رهيب، هليوبلس والجزيره، انديه بقى لها على السنين على مدار 20 سنه هي اللي بتاخد الدوري، احنا بقى الدوري غايب عننا من سنه 2003 بقى له 20 سنه، فكان مجهود فظيع من الجهاز الاداري والجهاز الفني لان احنا نوصل بمعدل الاعمار ده، احنا ننزل معدل الاعمار من الفرقه اللي 26 و25 سنه ونقدر ننافس بيهم على بطوله، والحمد لله ربنا كرمنا السنه دي خدنا دوري وكاس بدون هزيمه، زائد ان احنا خدنا بطوله 20 سنه كمان مع مراحل في الناشئين كويسه، فده بيثبت قد ايه الاداره كانت واقفه في ظهرنا ومدعمانا جامد جدا، والحمد لله بتوفيق ربنا طبعا في الاول وفي الاخر واللعيبه يعني الحمد لله رب العالمين. النادي مش سايب لنا حاجه يعني بجد والله، مش عشان انا بلعب في النادي من وانا صغير او انا مدرب في النادي، بس فعلا النادي مش سايب لنا حاجه، ما بين معد بدني ومعد نفسي ومعد طبي وغذائي للفرقه كلها مع مدربين على اعلى مستوى، كابتن وليد عزت والتيم اللي معاه كله، فالجهاز الاداري بالنادي مش سايب لنا ثغره يعني، كان بيقول لنا من الاخر كده ما قدامكوش اي مبرر، فتفضلوا بقى هاتوا لنا البطوله اللي غايبه بقى لها كتير، والحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله رب العالمين يعني. الجهاز كله كان واقف ورانا، هم طبعا مروا بكل الظروف اللي فاتت اللي خلتهم ان هم ما يقدروش يحققوا الدوري، بس هم نبهونا بكل حاجه ممكنه، واحنا الحمد لله ودعموا الفريق برضه، وهم لحد دلوقتي يعني واقفين في ظهرنا يعني الحمد لله، وقالوا لنا على كل حاجه، هم ادونا كل حاجه الخلاصه، واحنا الحمد لله ماشيين وراهم وعرفنا نجيب البطوله يعني الحمد لله. بشكر كل الناس والله العظيم اللي وقفت معانا، والناس اللي ما كانتش بتفوت ماتش سواء كان جامد او مش جامد في الاول او في الاخر، لا كل الناس موجوده دي من الاول يعني، دولت مش اول مره يجوا النهارده، لا هم كانوا موجودين من الاول، فبشكرهم طبعا كلهم واولهم ابويا. الحمد لله احنا السيزون ده يعني تعبنا جامد جدا واتمرنا، كابتن وليد عز اتمرنا صبح وبالليل، بقى لنا تقريبا سنه بنتمرن متواصل. السنه اللي فاتت يعني ما كانش ربنا ما وفقناش في بطوله الدوري، بس السنه دي الحمد لله قدرنا نكسب الكاس وكسبنا الدوري، كانت الحمد لله يعني كانت بطوله جامده كسبناها لحد دلوقتي من غير ولا هزيمه الحمد لله، وربنا كريم ان شاء الله باذن الله البطولات الجايه نحاول بقى تبقى بدايه المكسب الدوري، بقى له غايب عندنا بقى له 21 سنه، فالبطوله دي كانت صعبه جدا جدا وكان في علينا ضغط كبير عشان كنا عايزين نحقق الدوري، كان دايما كنا بنكسب الكاس بس الدوري ما كانش ربنا موفقنا فيه، بس الحمد لله ربنا كرمنا المره دي وان شاء الله نكمل بقى كذا دوري ان شاء الله. الحمد لله احنا يعني تعبنا بنتمرن من شهر 7 متواصل، الناس كلها تعبت، الجهاز، اللعيبه، اهالينا، كلنا تعبنا، كنا بنضحي بيه حاجات يعني كتير، بس انا يعني عايز اشكر بجد النادي، المجلس كله، واشكر الاي جهاز ايه كله والنادي كله وكل الاي جمهور اللي جه النهارده ده، اللعب فعلا هنا مختلف، بروح تانية، بدعم الناس كلها يعني، ودانا في حته تانية، والحمد لله الدوري اهو لحد ايه دلوقتي من غير ما نتغلب ولا اي ماتش، وان شاء الله ان شاء الله يعني قدامنا ماتشين تاني هنكسبهم باذن الله، ان شاء الله باذن الله برده هنكمل الوقت ده كله
الايه السنين الجايه دي كلها ان شاء الله ان شاء الله يعني بتاعتنا، وهنفضل على عرش كره المياه في مصر. وبرده كلمه كان ايه بيقولها لنا كابتن ايه وليد، احنا ان شاء الله باذن الله يعني هنفضل نسيطر على الفرق ايه كلها، واحنا ان شاء الله هنفضل في التوب دايما باذن الله. اكيد اول حاجه الف الف مبروك على كل الناس اللي شرفتنا النهارده وساعدتنا ودعمتنا النهارده، من اول اصغر واحد في النادي لاكبر واحد، من اول مجلس اداره للجهاز للعيبه لكل حد جيش دعمنا النهارده. والف الف مبروك لكل الجماهير اللي شرفتنا النهارده ونوري النادي الاهلي جديد. اكيد طبعا ده موسم استثنائي، والموضوع ده ما ابتداش من السنه دي بس، ده ابتدى من السنين السنه اللي فاتت واللي قبلها. اجيال صغيره كتير طلعت معانا ومع الناس الكبار الخبره اللي عندنا بالفرقه. من مجلس الاداره ما سبناش ولا لحظه، حتى لما حصل اي اخفاق او اي حاجه ما وقفش اي دعم لينا، كان بالعكس كان بيزيد الدعم اكتر واكتر في كل سنه، لغايه ما حققنا ان شاء الله حققنا يعني الحمد لله حققنا السنه دي دوري وكاس، وان شاء الله مزيد من البطولات يعني ان شاء الله. احب اهني كل النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي، الجهاز الفني، اللعيبه. الموسم ده فعلا كان موسم استثنائي. الجيل ده بقى له كذا سنه بيعمل مجهود، الجهاز الفني بقى له كذا سنه بيعد في الفريق ده. انا واحد بلعب في فريقنا الاهلي في الدرجه الاولى من سنه 2005، حضر على يعني حضرت اجيال، تبادل الاجيال. الجيل ده مميز جدا عن الاجيال اللي فاتت في العمل الجماعي. ما عندناش حد هو السوبر ستار او وان مان شو، فرقه كلها جامده، فرقه فعلا فرقه بتلعب مع بعض، نفذ اللي بيتقال. والحمد لله ده ظهر في النتيجه. الفرقه طول الدوري وطول السيزون بلا هزيمه الحمد لله. فالحمد لله كان سيزون ناجح يعني، ونتمنى ان ده يكون بدايه 10 سنين ان شاء الله الجيل ده مسيطر يعني. الموسم ده بالنسبه لنا كان من اهم المواسم، لان هو موسم طبعا بادئ من بدري جدا، بادئ من شهر 7، وده كان بالنسبه لنا تشالنج كبير قوي ان احنا الاول نكسب الكاس، وبعدها نفضل مكملين ومركزين ان احنا نفضل جوه، ان احنا بنتمرن كويس وجوه التشالنج، ان احنا نفضل ما نملش وان احنا نفضل نتمرن ونعمل اللي علينا عشان نكسب بطوله صعبه زي الدوري طبعا. وده كان محتاج تحضيرات كثيره طبعا، ذهنيه وبدنيه وتاكتيك وحاجات كثيره طبعا. اصعب الحاجات ان احنا نغير معتقد كان موجود بقاله كتير، لان احنا طبعا لقب الدوري غايب بقاله 20 سنه. فانك تغير معتقد موجود عند الفرق، عند الجمهور، عند الناس، انك تقول ان انا موجود وانا البطل وانا قادر ان انا ابقى بطل، ده كان طبعا صعب انك تغيره. وده كان من اكبر التشالنجز اللي بنقابلها، لان يعني ده اصعب من ان انت من اللعب نفسه، انك تغير المايند سيت بتاعه زمايلك نفسها، وان احنا كزمايل ان احنا نعرف ان احنا نبليف ان احنا نقدر ان احنا نعمل حاجه، وان احنا ان احنا نقدر نكسب، ان احنا نقدر فعلا ان احنا نكسب دوري، لان هو كان في نظر ناس كتير حلم بعيد او ان هو حاجه صعبه. بس الحمد لله عرفنا ان احنا نوصل لمايند سيت ان هي دوبل، وان احنا نعرف نعملها، والحمد لله عملناها، ولحد دلوقتي بلا هزيمه الحمد لله. احنا طبعا كل الفرقه كانت هدفها حاجه واحده بس، ان احنا ناخد الدوري، عشان زي ما حضرتك بتقولي دلوقتي ان احنا غايب عننا اللقب ده بقالنا 20 سنه. احنا كنا بنكسب كاس عادي، بس الدوري هو ده اللي كان هدفنا الاساسي، عشان احنا بقالنا فتره ما خدناهوش. فاحنا تقريبا بنتمرن من بقالنا سنه متواصل، يعني بقالنا سنه ده كتير جدا يعني ان احنا نتمرنه. فطول هدفنا في السنه ده كله ان احنا هناخد الدوري، فالحمد لله حققنا هدفنا يعني، وان شاء الله مش اخر مره. كل الناس كانت في ظهرنا، كل الناس كانت بتساعدنا من الاول، الجهاز الفني، الجهاز البدني، الجهاز الرياضي، كل الاجهزه كانت كلها بتساعدنا. لكن اهم حاجه احنا كنا شايفين حاجه قدامنا، ان احنا لازم ناخد الدوري ايا كان اللي حوالينا، بس لازم ناخد الدوري عشان نبسط كل الناس دي، وكل الناس اللي كانت موجوده النهارده كنا لازم نبسطهم، ما ينفعش نروحهم زعلانين. فالحمد لله قدرنا نعمل كده. والله كان هدفنا من سنين كتير تتويج بالدوري، بقى لنا 20 سنه ما حدش اخد الدوري ده خالص، فكان هدفنا كلنا من اول المدرب لاصغر لعيب لاكبر لعيب ان احنا ناخد الدوري، عشان غايب عننا بقى له 20 سنه. فكان كل واحد عنده حافز الدوري ده، احنا اصلا كسبنا الكاس في اول السنه، فكنا عايزين ناخد الدوري والكاس عشان نعمل تاريخ الحمد لله في النادي. والحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا الدوري والكاس كده. اي حد صغير بيبقى نفسه ان هو يلعب في درجه اولى، فلما تبقى اول مره تلعب في درجه اولى وتكسب دوري، انت كده عملت تاريخ اصلا، فهي حاجه افتخر بيها، وافتخر بكل مجهود اللي انا عملته وكل فرقتي طبعا والمدربين، وبشكر المدربين كلهم وعيلتي وكل اللي وقفوا جنبي ان احنا حققنا حاجه زي دي، عشان غايبه عننا بقى لنا 20 سنه.